أصدره الاتحاد حول إقالة فالكا. يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف جيرون فالكا عن منصبه حتى إشعار آخر، وذلك عقب علمنا بالمخالفات التي وقع فيها الأمين العام، وسيتم التحقيق معه من قبل لجنة القيم. الجدير بالذكر أن التهم الموجهة لفالكا هو قيامه ببيع التذاكر بطريقة غير قانونية في مونديال البرازيل 2014. وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر أعلن أنه سيتنحى عن منصبه في فيفا بعد الفضائح التي هزت كيان المنظومة الكروية العالمية.